هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه من سمو الشيخ علي بن خليفه الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبه احتفالات مملكه البحرين باعيادها الوطنيه احياء لذكرى قيام الدوله البحرينيه الحديثه في عهد المؤسس احمد الفاتح كدوله عربيه مسلمه عام 1783 ميلاديه وذكرى تولي حضره صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم رفع فيها الى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبه الوطنيه. اشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بما تشهده مملكه البحرين من تطور ولماء وازدهار ومنوها بما تحقق على صعيد تنفيذ اهداف خطه التعافي الاقتصادي في اطار التوجيهات الملكيه الساميه والمتابعه المستمره من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعيا المولى عز وجل ان يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه.